وطالع رد على بعض التصريحات المهمة جدا بالنسبة لنجوم مصر في عالم الإعلام، زي كابتن أحمد شوبير، زي كابتن هاني حتحوت، بعض الناس المهمة والمتميزة جدا في مجال الإعلام. والناس دي أكدت أخبارنا امبارح بالنسبة لأحمد أبو فتوح مكمل مع نادي الزمالك، بالنسبة لغرامة محمود عبد المنعم كهرباء، مفاجآت طبعا اللي ذكرتها لحضراتكم أكتر من مرة بالنسبة لقائمة كولر في مباراة إنبي، التشكيل الأساسي والمتوقع ليه مباراة إنبي إن شاء الله بإذن الله. كمان بالنسبة لنادي الزمالك بعض تصريحات نبيل عماد دونجا، وكمان اللاعب الكبير المميز محمود شيكابالا. محمود شيكابالا ان شاء الله رجع او انتظم في التدريبات وممكن يلحق مباراه البنك الاهلي. يوسف اوباما تشافى وتعافى من الاصابه وان شاء الله بنسبه كبيره هيكون اساسي او لاعب مهم جدا على دكه اوساريو في مباراه، طبعا في مباراه البنك الاهلي. وعايز اتكلم على تصريحات طبعا رئيس النادي المحتمل في يعني مشيان اوسيريو من تكمله مع اوسيريو ان شاء الله الفتره القادمه. الراجل بيقول ان اوسيريو هنبدا نقعد معاه نشوف طلباته وندرس الموقف كامل مكملا او كامل بنسبه 100%، وهنشوف هل اوسيريو هيقدر يخدم نادي الزمالك في الفتره القادمه ولا هنشوف بديل. طب مين البدايل يا جماعه؟ البدايل هيبقى واحد من ثلاثه، كارترون اللي انا ما بحبوش، المدرب الخاين، او طارق مصطفى وشاف هم هتبقى كبيره عليه، او كابتن حسام حسن اللي انا شايف القصة متفصلة عليه. يعني بالنسبة لكابتن حسام حسن القصة متفصلة عليه. عايز اتكلم كمان بالنسبة لكولر واستعداداته وبعض اللعيبة المميزة اللي دخلت تشكيل النادي الاهلي، وهتكلم كمان في حاجة متميزة ومهمة جدا 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 الا وهي عودة قلب الاسد النابض. طبعا اكرم توفيق مودست بقى جاهز بنسبة 100% للمباريات، وانا يا جماعة خد مني واللي هتشوفه النهارده مودست النهارده هينزل في مباراه امبا، هيبقى له دور كبير قوي، هيلعب له من 25 دقيقه لنص ساعه. انا شايف ان هو الماتش ده هتبقى البدايه الحقيقيه لانتوني مودست اللاعب الفرنسي الكبير جدا. من ضمن المفاجات يا جماعه غياب رضا سليم. يعني رضا سليم احنا اتعودنا مع مارسيل كولر ان الراجل مقتنع بيه، بيحبه، حابب قدراته. دايما كولر بيحب اللعيبه السريعه، اللعيبه الديناميكيه، عندها مرونه في الحركه، اللعيبه اللي عندها تنوع، اللي امتى يراوغ، امتى يعمل كره مفتاحيه، امتى يعمل اسيست، امتى يعمل بينيه، امتى لعيب يبقى عنده الشوتنج هايل، لعيب عنده ابداع داخل الملعب. كمان بالنسبه لمحمد مجدي قفشه الراجل بدا خلاص يديله ومقتنع بيه الفترة القادمة، كل التوفيق برضه لقفشة. أنا لاعب من اللعيبة ما بحبوش كطريقة لعب، هو لعيب مميز، لعيب محترم، بس طريقة لعبه ما بتعجبنيش، بحس إن هو رتمه بطيء شوية أو خارج هيكلة ونظام النادي الأهلي. ليه وضع وليه رتم معين أنا شايفه لا يتماشى تماما مع طريقة لعب النادي الأهلي. عايز أتكلم كمان على حالة عمرو السولية ومحمود المتولي. عمرو السولية يا جماعة بالنسبة لإصابته، إصابة عمرو السولية اللي هي كانت عنده مزق في الخلفية، حاليا اللاعب بنسبة 100% اتشافى وبقى لعيب معافى، وحاليا بياخد قرص تأهيلي قوي جدا جدا جدا، بيتمرن تمرينه في الجيم وتمرين بدني وكمان تمرينه جماعيه مع الفرقه زيه زي محمود المتولي، اللي الراجل خلاص امر بتجديد المتولي وهيجدد لموسم 26، وبالنسبه للسوليه مكمل لموسم 26 مع النادي الاهلي. عايز اتكلم كمان بالنسبه لطاهر محمد طاهر، دخل القائمه، لعيب مهم، لعيب كبير جدا. عايز اتكلم بالنسبه للاشاعات اللي هي رحيل علي معلول. يا جماعه علي معلول مكمل مع النادي الاهلي، وانا من وجهه نظري شايفه ممكن لو انها موسم 25 او 26 هيبطل في النادي الاهلي. لعيب كبير، لعيب متميز، من افضل اللعيبه اللي جت النادي الاهلي على مدار تاريخها وفي خلال 15 او 20 سنه اللي فاتوا. عايز اتكلم كمان في تصريحات كابتن شوبير. كابتن شوبير طلع واكد كلامنا وقال يا جماعه ان احمد ابو الفتوح مكمل مع نادي الزمالك، لان كابتن عبد الواحد السيد قعد في جلسه خاصه معاه، والراجل هو كابتن احمد مجدي، والراجل حابب يكمل في نادي الزمالك. القصه كلها ليه بعض الشروط الخاصه بالشعراء، يبقى هو تاني واحد بعد شيكا وتقريبا عمر جابر قابله بالادميه والاسبقيه، بس الراجل عايزه يبقى تحت شيكا ككابتن للفرقه. كمان عايز ياخد 20 مليون جنيه صافيه من الضرايب، يعني الراجل كان طالب 25 مليون جنيه دلوقتي طالب 20 مليون جنيه خاليه من الضرايب عشان يقدر يكمل. هو حابب يكمل بس
ووضع ورينج وليفل معين بالنسبه لسقف الفلوس. عايز اتكلم كمان بالنسبه ليوسف اوباما. يوسف اوباما يا جماعه زي ما ذكرت لحضراتكم بنسبه 100% بقى دلوقتي جاهز للمشاركه في مباراه البنك الاهلي. بالنسبه لمباراه البنك الاهلي يوم 7 اكتوبر، عارفين ان يوسف اوباما كان عنده شك في العضله الضمه، بنسبه 100% دلوقتي بقى جاهز. يوسف اوباما نجم من نجوم نادي الزمالك. الراجل كمان هيعول عليه الفتره القادمه، الراجل مقتنع جدا بامكانياته. كل التوفيق لاوباما. لعب مباراه ارتا سولار وكان مصاب ولعب بمسكن، واللاعب جاب جول وصنع جول كان بشكل مميز وكان لعيب كبير جدا. بالنسبه لعبد الله جمعه، عبد الله جمعه يا جماعه بنسبه 70 80% قدامه من 5 ل7 ايام ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه. بالنسبه للمباريات، عبد الله جمعه لعيب مميز، لعيب كبير ما بيسمعلوش الصوت، اخو طبعا النجم العالمي المتميز جدا كابتن صالح جمعه، اللاعب المميز، اللاعب الخلوق، اللاعب الكبير، نجم منتخب مصر ونادي الاسماعيلي ونادي انبي ونادي الاهلي وبعض نادي السيراميكا وبعض الانديه المميزه داخل الدوري المصري وخارج الدوري المصري. لعب طبعا في الدوري السعودي ولعب فيه كمان الدوري البرتغالي. عايز اتكلم كمان في حاجه متميزه جدا جدا جدا، الا وهي النادي الاهلي مباراته مع نادي انبي هي البدايه الحقيقيه ليه في شهر اكتوبر. احنا عارفين وذكرت لحضراتكم قبل كده ان النادي الاهلي عنده اكتر من 5 مباريات او 5 مباريات بالفعل في شهر اكتوبر. يوم 4 اكتوبر اللي هو النهارده ان شاء الله الساعه 9 عنده مباراه في كاس مصر او نص نهائي كاس مصر مع انبي. دي المباراه الاولى، مباراه صعبه، مباراه ملحميه، والسكواد بتاع النادي الاهلي جاهز بشكل مميز جدا. المباراه الثانيه يوم 8 اكتوبر دي مع النادي الاسماعيلي، وهيبقى ديربي قوي جدا وكلاسيكو من كلاسيكيات الدوري المصري، ومباراه صعبه جدا وخاصه بعد فوز النادي الاسماعيلي 3-1 على نادي الاتحاد السكندري. عنده مباراه يوم 20 ان شاء الله باذن الله مع سيمبا التنزاني في سيمبا في تنزانيا ضد نادي مميز، نادي كبير. وكمان يا جماعه في السوبر ليج الافريقي، العودة يوم 24 أكتوبر بعدها ب4 أيام في استاد القاهرة، وإن شاء الله 30,000 متفرج في ظهر النادي الأهلي. عنده مباراة برضه جماهيرية ومهمة جدا ضد نادي بلدية المحلة بقيادة كابتن أحمد رؤوف، أحمد عبد الرؤوف اللاعب المميز، لاعب نادي الزمالك السابق، وكان عامل صراحة سكواد كويس جدا، لعيبة مميزة من الممتاز بيه ومن دوري المحترفين، لعيبة كويسة ولعيبة أنا شايفها من أفضل اللعيبة اللي هيبقى لها دور إن شاء الله في الدوري المصري. عنده مباراة يوم 29 أكتوبر النادي الأهلي مع بلدية المحلة، عنده ضغط مباراة. بالنسبة للكهرباء على السريع يا جماعة، المحامي أكد إن بشكل 100% نهاية قصة كهرباء في شهر اكتوبر او في اخر شهر اكتوبر، وان شاء الله الغرامه هتدفع بشكل كامل. كل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق لنادي الاهلي، كل التوفيق لجميع الانديه المصريه. بذكر حضراتكم يا جماعه ان السوبر ان شاء الله المصري هيقام في شهر ان شاء الله ديسمبر. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لجميع الانديه المصريه. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.